بدون أهداف بين كلا الفريقين. وهناك نعود مباشرة لأحمد الياس، هتخذ مرة ثانية، الخطورة قائمة والتسديد وهدف أول. صقر الوحدات محمود شلبي، محمود يحرز الهدف الأول، يتقدم فريق الوحدات بهدف مقابل لا شيء، ويرفع هذا اللاعب رصيده على مستوى التهديف في الدوري إلى 7 أهداف، ويتقدم المارد الطريف. شاهدوا العرض البطيء، التمريرة من رأفت علي والتسديدة من خارج المنطقة بالقدم اليمنى، كرة في أقصى الزاوية تماما، ويتقدم الوحدات بهدف مقابل لا شيء. شاهدوا من بين